ويطلعنا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني على آخر التفاصيل الخاصة بالجلسات المتخصصة للحوار الوطني. استمرارا لانعقاد الجلسات المتخصصة هنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، انعقدت اليوم منذ ساعات الصباح ثلاث جلسات متخصصة. الأولى كانت إحدى اللجان الخاصة بالمحور السياسي وهي لجنة المحليات، وكانت جلسة تحت عنوان جلسة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه فيما يخص الانتخابات المحلية. تم عرض العديد من المناقشات خلال الجلسة فيما يخص النظام الانتخابي للمحليات، وكان هناك أيضا توجه بأن يكون هناك نظام ما بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة بنسبة 75% للقائمة المطلقة و25% للقائمة النسبية. أما فيما يخص اللجنتين الأخرتين التي انعقدت اليوم أيضا وهي من اللجان المتخصصة، كانت تتبعان المحور الاقتصادي. أولى هذه اللجنتان هي جلسة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ما بين الواقع والفرص والتحديات، وكانت هذه ضمن لجنة الاستثمار وبالطبع هي من المحور الاقتصادي. تم استعراض عدد من الآراء فيما يخص قوانين الاستثمار الحالية، وأيضا إذا كان هناك حاجة لمزيد من التشريعات فيما يخص الاستثمار، وأيضا تم مناقشة مناخ الاستثمار بمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية والمتخصصين والأكاديميين أيضا في هذا المجال. الجلسة الثالثة التي عقدت اليوم وهي أيضا كانت من المحور الاقتصادي كانت تخص لجنة الأمن الغذائي والزراعة، وكانت جلسة تحت عنوان جلسة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير دعم الائتمان والديون. تم خلال هذه الجلسة استعراض عدد من مطالب الفلاحين والمزارعين، وأيضا الدعوة للاستفادة من مراكز الأبحاث والبحوث الزراعية المنتشرة في شتى ربوع الجمهورية للاستفادة منها في الاستثمار الزراعي، وأيضا تعظيم التصدير الزراعي لتوفير العملة الصعبة. كانت هذه هي أبرز الجلسات الثلاثة التي عقدت اليوم في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وما زالت جلسات المتخصصة والمقرر أيضا أن تنعقد خلال الأيام المقبلة تباعا لمناقشة ما تم طرحه ومناقشته في الجلسات العامة، ومن ثم رفع هذه التوصيات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. إليكم زملائي في الاستوديو.